السلام عليكم لو سمحت يا دكتور بنتي عندها سنة وطلعت أسنان خمسة فوق وأربعة تحت وبتمشي اللهم بارك اللهم بارك بس بحس وهي بتمشي عندها تقوس مش عارفة هل ده مشكلة ولا ده طبيعي. طيب قبل ما نجاوب على السؤال عايزة يعني أقول لكل الناس وأقول للأم طبعًا صاحبة السؤال إن مستوى التسنين عند بنت حضرتك مستوى مرضي جدًا وهايل. لان في ناس كتيرة قوي بتبقى مش عارفه او بتبقى مشوشه في المعلومات هو المفروض الطفل يعني عند سنه كده يكون سن قد ايه الحقيقه ان معدل التسنين يعني اللي مذكور في الكتب ان التسنين بيبدا بعد نهايه الشهر السادس بيبدا تمام كده ولكن في اطفال بتسنن بدءا من الشهر الخامس واحيانا كمان اطفال تسنن بدري عن الشهر ده وتسنن في الشهر الرابع ولكن الاغلب والاعم ان في اطفال كتيره بيتاخروا عن الشهر السادس يعني ممكن يبتدوا التسنين في السابع او الثامن او التاسع تمام؟ ولكن جرت العاده او الملاحظه الطبيه يعني ان كل ما الاطفال بتتاخر في التسنين كل ما الفترات ما بين ظهور الاسنان بتكون اقصر بمعنى انه لو بدا التسنين في الشهر السادس مثلا هتلاقوا انه بيظهر اول سنه، تيجي السنه الثانيه مثلا ممكن تظهر بعد شهر او شهر وشويه. لكن لو ظهر التسنين او بدا التسنين مثلا في الشهر الثامن انا بقول مثلا هتلاقوا انه ممكن في نهايه الثامن يظهر سنه ثانيه وفي بعد اسبوعين من التاسع يظهر سنه وهكذا تمام طيب نيجي بقى للسؤال السؤال هو عن التسنين ولكن الام بتسال عن التقوس طب يا ترى السؤال ليه صيغته عامله كده هقول لكم لإن الأم شاطرة زي حضراتكم كده كلكم ما أنتوا شطار وأكيد هي لاحظت وأكيد برضو سمعت من خبرات اللي حواليها وخبرات والدتها وهكذا أن التسنين مرتبط بالمشي أو مرتبط بتطوير النشاط الحركي للطفل بمعنى أن الطفل بيكون عنده مخزون ما من الكالسيوم في جسم هذا المخزون الكالسيوم ده بيروح المفروض أنه في اتجاه التسنين وفي اتجاه التطوير الحركي أو تطوير النشاط الحركي طيب لما الطفل يسنن كتير او يسنن معدل التسنين بتاعه يكون سريع عادة ده بيجي على حساب تأخر شوية النشاط الحركي يعني نلاقي الطفل خطواته أو يعني محطات تطوره الحركي عشان الخطوات دي الناس تفتكر إنه, مش إنه هيمشي لا أنا أقصد محطات التطور الحركي ممكن تبقى أبطأ شوية إحنا اتفقنا يا جماعة لما بنجاوب على سؤال بناخد السؤال كرأس موضوع عشان كل حضراتكم تستفيدوا من الإجابة مش بس صاحبة السؤال تمام؟ طيب نكمل بقى يبقى عادة التسنين اللي ماشي كويس زي كده البنت اللي عندنا في السؤال ممكن انا بقول ممكن نلاقي التطوير النشاط الحركي اللي هو بقى في هيئه الوقوف وبعدين المشي أنه هو يتسند وهو ماشي وبعدين ان هو يمشي فعلا الخطوات الاولى ممكن ده يبقى متاخر شويه انا بقول ممكن مش لازم انه يحصل. طيب نيجي بقى لجوهر السؤال وهو عن التقوس. هو التقوس ده يعني هي بتقول انا ملاحظاه وانا الحقيقه بحيي صاحبة السؤال لان احنا دايما لو خدتوا بالكم انا دايما اقول لكم خلوكم ولما يعني لما تبعتوا لنا اسئله خلوا السؤال واضح وفي معلومات واضحه مش مش مقصود انه يكون طويل بس المقصود انه يكون واضح والحقيقه السؤال هنا واضح يعني في معلومات تكفي ان احنا نجاوب على حضرتك وعلى حضراتكم. عاده يا جماعه مع بدايه وقوف الطفل ها مع بدايه الوقوف بيحصل حاجه تعرف بالتقوس الطبيعي الله هو في تقوس طبيعي اه في تقوس طبيعي وهشرح لحضراتكم يعني ايه تقوس طبيعي دلوقتي يلا بينا نفتكر كلنا بلا استثناء احنا بقى كلنا بلا اكيد مش هنفتكر اول خطواتنا لا هنفتكر حاجه تانية اقرب يعني كلنا بلا استثناء لما جينا مثلا نجرب ان احنا نشيل شنطه ثقيلة او نشيل حاجه ثقيلة من على الارض مش انتوا بتاخدوا بالكم انه دايما لما يبقى في حد بيشيل حاجه كده بتلاقوا حد يقول لكم ايه ممكن يعني يقول لك خلي بالك انت كده وضعك غلط في الشيل المفروض انك تنزل على ركبك وانت شايل ومعظمنا بيرتكب هذا الخطا اللي هو ايه انه لما يجي مثلا يشيل شنطه ثقيله او يشيل كرتونه ثقيله او يشيل حاجه ثقيله من على الارض يقوم ينزل هو بجسمه كله ما ينزلش بركبه وانا بقول ان ده غلط عشان يقدر يشيل هذا الشيء سواء زي ما قلنا كان شنطه او كرتونه او ما شابه تمام لو لاحظتوا او حد قال إن احنا كلنا لما بنيجي نعمل الحركة دي رجلنا بتروح عاملة كده. شايفين أنا عملت إزاي؟ رجلنا بتعمل كده. التقوس ده بيحدث نتيجة إن احنا الجسم بيبقى عايز يحفظ توازنه. عشان لما حضرتك تيجي تشيل بقى الحاجة الثقيلة دي تبص تلاقي التقويسة دي أو التقوس ده يحفظ لك التوازن. طيب، هو إيه علاقة ده بالطفلة صاحبة اللي هي اللي بنسأل عنها أو بالأطفال بشكل عام؟ هقول لكم. الطفل مش لازم ان هو يشيل حاجه ولكن هو شايل جسمه. ففي بدايه مهاره الوقوف يعني لما الطفل بيبتدي يقف بيحدث ما يعرف بالتقوس الطبيعي. يعني ايه التقوس الطبيعي هنا بقى؟ يعني الطفل علشان يعرف يتوازن او يعرف ان هو يقوم الوقفه دي تلاقوا رجليه عملت كده شويه. وعلشان كده هذا الوضع عرف او عرف طبيا باسم التقوس الطبيعي. طيب معنى كده ان مفيش تقوس تاني لا طبعا في تقوس مرضي لا قدر الله ولكن الحكم بيكون بعد التقوس الطبيعي يعني ايه بعد التقوس الطبيعي هقول لكم كما زمان كانوا اهالينا الكبار ربنا يدي العمر للعيش ويزي ويزيدنا بركه منه او يرحم اللي غادرونا يعني كانوا دايما لما يحصل حاجه زي كده تبص تلاقي مثلا الجده او الجد يقول لك ايه ما تقلقش من التقوس ده هيفرد طول بعد كده سمعتوا الكلمه انتوا دي صح هيفرد طول يعني ايه هيفرد طول يعني الـ الـ الشخص اللي بيقول الجمله دي قصده انه يقول لكم او يطمنكم اللي هو مش طبيب انه هذا التقوس سوف يقل شيئا فشيئا كلما زاد الطفل في الطول هو الحقيقه انه مش بس زاد في الطول لا هو كلما زادت قدرته على اتقان المهاره اللي هي ايه؟ مهاره الوقوف اللي هيتبعها بعد كده ايه؟ مهاره المشي. المشي اللي هو بتبدا أنه هو يمشي وهو متسند على الحاجات يتسند وهو ماسك يعني ماسك ماسكين ايده او يتسند على كرسي او يتسند على ترابيزه ها؟ ثم ان هو يمشي بدون مسانده او بدون مساعده. تمام؟ يبقى في عوامل هي اللي بتخلينا نحكم على هذا التقوس. نمره واحد ان الطفل بدا المهاره دي دلوقتي ولا بادئها من فتره؟ يعني هي بتقف لوحدها بلا فتره ولا لسه بتبدا مهاره الوقوف؟ وبالتالي احنا هنا مش بنتكلم بس على الوقوف، الوقوف والمشي مستندا والمشي. نمره اتنين هل الطفل تغير طوله فعلا ولا لا؟ يعني هو نمى شويه في الطول ولا لا؟ تمام؟ نمره ثلاثه هل كانت هناك ملاحظه طبيه خاصه بهذا التقوس؟ الله. ايه بقى الملاحظه الطبيه دي؟ هقول لكم. في سن سنه المفروض ان احنا بنعمل مراجعه طبيه حتى لو الطفل كويس طبعا حتى لو الطفل كويس بنعمله له تحاليل كامله بنعمله صوره دم وبنعمل تحليل وظائف كلى ووظائف كبد عشان نطمن مش بنفول على اولادنا لا عشان يبقى عندنا فايل او عندنا ريفرنس او مرجع نقول الطفل لما كان عمره سنه كانت دي التحاليل بتاعته لما هيبقى عنده سنتين ان شاء الله دي التحاليل بتاعته فنقدر نلاحظ اي تغير سلبي قدر الله أو إيجابي تمام فهل هناك يعني أو كان هناك ملاحظة طبية يعني وانت في زيارتك للطبيب أو أثناء التطعيم بتاع السنة مثلا حد من جهة طبية شاف بنتك وقال لك هي رجلها مقوسة ولا دي ملاحظتك انت الشخصية بس نصيحتي أنا الشخصية بقى هو انك تنتظري شوية لحين أن تتقن الطفلة مهارة الوقوف ثم مهارة المشي تمام وفي أقرب زيارة طبية تبتدي أو تسألي الطبيب تقولي له أنا عايز أقيم حالة التقوس عند بنتي قد إيه؟ 99% أو يعني نسبة كبيرة جدا جدا هذا التقوس بيختفي من تلقاء نفسه. الله! هو أنت عندك أسباب أنك تقول كده يا دكتور محمد؟ طبعًا، إيه هي بقى الأسباب؟ أن مستوى التسنين رجعنا بقى لأول جزء في السؤال هايل وممتاز، ده معناه إيه؟ معناه إنه ما شاء الله ما شاء الله او تبارك الله زي ما يعني الام قالت ان هذه الام مهتميه في تغذيه طفلتها بالمستوى الغذائي الملائم والقيم الغني بالكالسيوم وفيتامين د، والطفله دي بتتعرض للشمس كويس، يعني ايه؟ في اماره كده او في دلائل تقول لنا ان الطفله دي ما شاء الله مستوى الكالسيوم بتاعها كويس. خلاص كده؟ فده معناه ايه؟ معناه ان الطفله دي سوف تكمل محطات تطورها الحركي باذن الله تماما او بامتياز تماما كما فعلت في عمليه التسنين، يبقى التقوس ده ان شاء الله هيتصلح لوحده، طيب فضل زي ما هو مثلا لمده ثلاث شهور او اربع شهور يجب هنا ان يكون مراجعه ان يكون هناك مراجعه طبيه وان نقيم مستوى التقوس هل هو في الرجلين الاثنين ولا في رجل واحده ولا لا؟ اخر معلومة ان التقوس اللي مقصود هنا في السؤال لو كان في الرجلين الاتنين ده مش مقلق المقلق ان يكون في احد الطرفين يعني في الناحية اليمين او الناحية الشمال